دافعوا عن بغداد، إنها بغدادكم وليست بغداد الخليفة وأهله. ما قول أمير المؤمنين بأبي علي محمد بن مقلة؟ ابن مقلة؟ إنه ابن الديوان والوظائف والرتب، أديب حاذق يا مولاي، لم يكتب أحد مثل كتبه وخطه، وهو قريب من مجلسي ويرافق نصرًا الحاجب وآمر ديوان الجيش والجند في عمله وتحت نظره. دع هذا الأمر بيني وبينك يا مؤنس حتى أقلب فيه الرأي. أنا الآن في هم وغم من موضوع الأمس يا مؤنس. المرأة التي طلبت شفاعة القاضي، أليس هذا ما يقلق مولاي؟ كيف خرجت من القصر؟ ومن قال إنها خرجت من القصر يا مولاي؟ في بغداد أشراف وأصحاب غنى، وربما توسل أحد الصعاليك بوسيلة فاتصل بها فرق قلبها لدموعه، ولم تجد غير القاضي تستشفعه يا مولاي. من هي يا ترى؟ من؟ ولما ذهب ظن البعض؟ مزيان، لما انقطعت عن زيارتنا يا هذا؟ من أين أجد سبيلاً خالياً من عين أو حرس حتى أصل إليك؟ بلغي سلامي لعمي وأمك واشتري لهما بعض ما يحتاجان. يحتاجون رؤيتك لا أكثر. كيف أنت يا سيد السادات؟ موقفك هذا يثير الريبة يا مزيان. مر بي دون أن يعرفني، إنه من أتباعي أبي طاهر المقربين. سأشاغله، استدعي الحرس. أيها الحرس! سيدي، اشتري مني، أنا رجل يتيم ويجب أن تساعدني. نريده حياً أيها الحرس. يا سيدي، إنه ابن قتادة، يسمونه قاتل الأطفال، وأبو طاهر يقربه ويمتدحه في كل مجلس. عين المحب لا ترى العيب يا نصر، وأخشى أن حبك وقربك من ابن مقلة شغلاك عن عيوبه. كأنك لا تعرف ابن مقلة كما أعرفه يا سيدي. لا أدري يا نصر، لا أدري. العمر حين يتعب الإنسان يجعله لا يستوثق من الناس وأحواله، وهذا زمن لم يبق صاحب حال على حاله. إن ابن مقلة على حال واحدة، وقد وصل ما وصل إليه بتأن وحلم وعمل صادق، وأنت أدرى بعمله. لكنها الوزارة وليست الديوان والكتب والرسائل. لا خير في وزير لا يأتي من الديوان والكتب والرسائل. الوزارة؟ هل رشح ابن مقلة للوزارة؟ اسكت يا نصر، إنه حديث دار بيني وبين أمير المؤمنين، لقد تغير قلبه وزال ود الوزير من نفسه ويريد عزله، فاقترحت عليه ابن مقلة. خيرا فعلت يا سيدي. ما الذي يستطيع ابن مقلة فعله وبيت المال يحتاج إلى الكثير من المال؟
أنا وأنت نحتاج إلى ما يسند حملتنا القادمة على أبي طاهر. أتدري كم ألف دينار ذهب نحتاج؟ أواجه ابن قتادة، الكل وصله خبر موتي حتى أبو طاهر. أهل أبي طاهر بكوني بمرارة. ما الذي يشغل بالك يا سيد؟ جميل هذا. إنه يستحق المكافأة، أهذا ما تفكر فيه؟ ما عمر جميل هذا؟ في العشرين أو دون العشرين بسنة. منذ متى وشاربك هذا فوق شفتك يا مزيد؟ منذ كنت في العشرين يا سيدي. وأظن اشتداد جسدك وصلابته كان قبل ذلك. أسئلتك بدأت تقلقني يا سيدي، ما الذي تريد أن تعرفه؟ لا أريد جميلا هذا يقرب مني أو يلهظني بتلك النظرة الفاترة المريبة، أفهمت يا مزيد؟ وليس همّاً هذا الذي يشغلك يا جعفر. احسم الأمر يا ولدي، لا تجعل ما تفكر به يدور في رأسك. ابدأ بولاية العهد ثم أنهي بقاء أبي حمدان وما يأتي به بقاؤه من خطر، وبعدها اتخذ وزيراً يحمل عنك ولا يحملك يا جعفر. أيرضيك ابن مقلة وزيرا يا أمي؟ كيف اهتديت إليه؟ هل كان مفقودا أو قابعا في سرداب يا أمي؟ إنه يدور بيننا، يلازم مجلسي ويكتب عني الرسائل الخاصة، وينوب عن صاحب ديوان الجند في مرضه، ولديه كل سجل ودفتر نحتاجه. ابن مقلة، أحسن من أشار عليك به وأحسنت في قبول اختياره. أرجو أن يبقى الأمر بيننا إلى يوم الجمعة كي أعلن عزل الوزير وأجعل ابن مقلة مكانه. الجمعة، لا بأس يا ولدي، لا بأس. هل يحسن لك السجان يا ابن حمدان؟ وهل ينفع الطائر الإحسان وهو مقيد الجناح في قفص من الحديد؟ سأخلصك من هذا القفص وأطلق سراحك. أمهلني أياما لا أكثر. لقد وعدت أهلي بهذا الوعد حين بعثت إليهم برسالتي من شكي وارتيابي. لا لا لا، لا تظن بي ظن السوء يا ولدي. سيعزل الخليفة الوزير ويجلس ابن مقلة مجلسه، وابن مقلة لا يخالفني في الرأي، لهذا سعيت له بالوزارة.
أستطيع أن أأمر بأمر كهذا. أرجو منك العفو أيها الأمير. إنهم خمسة متطوعة أريدهم في ثكنة حرس الخاصة. حرس الخاصة لهم جراية خاصة، وأهل الخليفة لا يريدون أن ننفق. كأنك نسيت من أنا أيها الوزير. وكأنك نسيت السيدة شغب أيها الأمير، وما تحقق وتدقق فيه حين يتعلق الأمر بصرف نفقة من جراية الخاصة. وكيف غلبتم على أمركم أيها الوزير؟ ما الذي جعل شغبا كسيل انحدر من جبل فلا يقف في طريقه أحد؟ رحم الله مولاي المقتضد. لم يجعلها أبي مطلقة اليد واللسان أيها الوزير، لكنه جعلها حاقدة، حاقدة حقد امرأة أكلت الغيرة قلبها وأذلت نفسها. وأنا أذكر كم كان أبوك المحتضد رحمه الله يعشق شغبا ولا يستطيع فراقها ساعة واحدة، لكنه قهرها بذرة جاء بها من مصر. سنعود إلى حديث قطر الندى بنت خماروي. الحديث لا ينتهي يا بني، لا ينتهي، والحادث يترك أثرا لا تمسحه الأيام من النفوس أيها الأمير. لقد جرح أبوك قلب شغب، ولم تستطع أن ترد هذا الجرح بجرح لأبيك، فحولت نقمتها نحو كل رجل له سطوة وسلطة لتجرحه وتذله. لكنك قهرتها ولم يغلبك تهديدها حين حكمت على ابن عيسى بالموت. ليتني لم أفعل أيها الأمير، ليتني لم أفعل، فقد تجرحت مرارة وذلا يا بني. فأنا سأغسل وسأفارق هذا المكان أيها الأمير. وأنت لا تدري أني ولي العهد. لم يجعل أبوك ولاية العهد لغير أخيك المكتفي رحمه الله. هيا يا أمي. هيا. إلى أين؟ إلى قصر الخليفة الهادي. لقد دعانا لنقيم في قصره ثانية. صوت البوم أزعج رقدته الأبدية. ولكن أنا أخاف وأن... لا تقلقني بخوفك يا بلال، سنوات طويلة وأنا منقادة بحبل خوفك وهربك. لم أعد قادرة على الجري وسكن البراري. الخرائب أستر لنا أنا وابنتي يا بلال. لا تذكر اسمه يا أم. بلال الأصبح الذي أصبح آمرا لميرة الحرس وعلى في سباع القصر. من من الشطار لا يعرف هذا؟ هذا تهديد منك يا نفور، يا زوج صاحب بستان الوسط ابن السري الماوردي الذي قتلته جاريته وسلبته وهربت. كفى، لا أريد أن أسمع هذا التهديد المتبادل. لا تخف يا عم، سنقيم في الخرائب ولا يصلك أحد.
فغلام يتيم وأمه لا يطلبه ما حرس أو صاحب شرب. هيا يا كم تمنيت أن تحبني عشر ما أحبها. من جمعهما الخوف لا يجد الحب طريقا إلى قلبيهما. لما أنت قلق من زيارة نصر يا أبا علي؟ إنه يلازمك في الديوان ويزورك وتزوره. لقد جاء بلا موعد وفي عينيه حيرت من يريد شيئا أو يقول. لا تدعه ينتظر، لقد أكملت زينتك فاخرج إليه. إن شاء الله خيرا، اللهم اجعله بشيرا لا نذيرا. ألا قل لي يا أبا علي. سمعا يا مولاي ويا سيدي، سأقول ما يرضيك إن شاء الله. لو قدر الله أن تصبح وزيرا في مثل هذه الأيام السوداء بمحنها واضطرابها، كيف تستطيع أن تمسك بزمام الأمور وبيت المال يكاد يكون خاليا؟ إذا كانت الوزارة لا تستقيم إلا بالمال، فأنا أستطيع في شهر واحد أن أجمع مالا يكفي لدفع رواتب الجند ولتجهيز حملة لدحر أبي طاهر. لا أريد حديث الوعود والأمان، ليس بمقدور أحد أن يدبر آلافا في شهور وليس في شهر. أنا أستطيع ذلك يا سيدي إذا أصبحت وزيرا. سيدي، هل ستدفع ثمن الوزارة من مالك الخاص؟ بل من أموال جمعت من الأحواز ولم يطالب بها الوزير إلى يومنا هذا، فظن أبو عبد الله البريدي أن بيت المال في غنى عنها هذا العام. أحقا ما تقول؟ أبو عبد الله البريدي ينتظر جواب كتابه الذي بعثه إلي لما بيننا من صداقة وود، وأنا أنتظر الوزارة يا سيدي. الوزارة لك. أعد ما قلت. ستصبح وزيرا يا أبا علي. قد نفد صبري وأريد أن أرحل إلى أي مكان. سترحلين معي إن شاء الله، ومصر خير مكان. استودعك الله. أمي، لقد أتيت في أذنك يا أمي. لماذا يا بلهاء؟ خوفا عليك من الطريق والضلال. ولما تركت متاعنا وثيابنا؟ لا تخافي يا أمي، لقد تركت كل شيء في حفرة قرب بيت خلوة الهد. أتخافي عمي بلبل أن يمد يده؟ لا، إنه حريص على ما نملك. لماذا تناصبينه العداء إذن؟ ليس ما بيننا عداء، لكننا لا نصلح لبعضنا. أنا كرهت الرجال بطول ما قاسيته من ظلمهم وقسوة قلوبهم، وبلبل يريد امرأة طيعة تسقي الحب والحنان لتغسل عن قلبه سواد الحزن ولوعة الحرمان. وأنا يا أمي كيف سأكون؟ كيف سأنظر إلى الرجال؟ وكيف سينظر الرجال إلي؟ يأتيك الجواب ونحن في مصر.
وأنت سيدة مال ومكان، ويكون لك ما تريدين. سأشتري لك رجلا يمنحك الحب والوفاء، ولا يمس قلبك بألم أو لوعة. لا يا أمي لا، الحب لا يباح ولا يأتي القلب شراء بأي نقد يا أمي. لا يا ابنتي. لا يا أمي، هذا حديث معاد ولا جديد فيه. هيا لنذهب. هيا. أيفرح راكب الأسد بمركوبه يا أبا علي؟ أقوى من الأسد من يركبه يا أم السعد. وإذا انقلب المركوب في ساعة غضب وحشية وأكل راكبة، كم وزير سبقك إلى ما أنت مقدم عليه؟ إنها وزارة آل العباس التي أودت بعشرات ما زال الناس يتذكرون سطوتهم ومكانتهم. انظر إلى حال من ستحل محله. ألم تحدثني بسوء ما يسمع ويلاقي من شغب وابنها المقتدر برغم طول نسبته وإخلاصه لهم؟ بل من سوء تصرفه واضطرابه في إرضاء أهل القصر. أهكذا أصبحت مكانة الوزير في دولة شغب؟ مكانة الوزير تصنعها فطنة الوزير وحسن سياسته وتصرفه في أمور ترضي الخليفة وأصحاب الوظائف وعامة الناس. وقاك الله شر ما أنت مقدم عليه يا أبا علي. حين أشتري دار أبي أشتري حياة ثانية، وسأجد عوضا عن كل فائت. علمت ونسيت المصباح يا مزيد. لا يا سيدي، أنا يقظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. لطالما نهيتك عن مناداتي بسيدي، قل لي يا أخي. كتاب الديوان ينادونك بسيدي، فكيف بخادم الديوان؟ كلنا في المهنة والخدمة من أجل عيش كريم يرضي الله. تبدو في تعب يا سيدي، هل أرقت فأتعبك الأرق؟ أنهيت بعض الأعمال ثم صليت وقرأت في القرآن، وعندما خرجت لإملاء الجرة رأيت النور يأتي من شقوق بابك هذا، فظننتك نمت ونسيت المصباح. لم أستطع النوم يا سيدي، جاءتني أفكار وحلقت بي أماني إلى سماء الوهم. لا تستسلم للوهم وأمانه يا مزجد، فيسلمك إلى عمل الشيطان. اتخذ مصحفا تقرأ فيه قبل أن تنام، وصلي كلما جاءك أرق ووهم أماني. إنها ليست أمانيا باطلة يا سيدي، أنا أحلم بحياة جديدة. اتكل على الله وادعو الله مخلص النية والعمل، سيأتيك ما تتمناه. أفوه، تدخل خان القوافل سرا تحت سواد الليل؟ أوه، هيا ابتعد. ألا تجد في قصر الخليفة الهادي غير هذا المكان لترتاح فيه؟ أليس هذا بيت الخلوة والراحة؟ خلوة للبوم وراحة للحمير. من أنت؟ هذا أنا يا خالة، كيف أنتم؟ ما زلنا كما نحن يا ولدي،
نعيش في قصور الخلفاء ونحلم بالبصل المشوي وراحة البال. هل يتعقبك أحد يا هذا؟ إنه لثام الحذر والتوقي. خيرا تفعل يا ولدي، الحذر سلاح لمثلنا. سأسقيك بعض الماء. أتيتك ناصحا يا جمانة، وأنا أعلم أن النصح لا تتقبله النفس. لا تمنعني عن حب أسامة يا مزيد. ما نفع هذا الحب الذي يزيدك من أسامة بعدا؟ إنه ينفر منك كلما حاولت التقرب منه. إنه ينفر من جميل، لا من جمانة التي ترى لها. ويلي ويلي من هذا الرأس الذي ركب الله فيه عناد بغل حرون. بل ويلي من نفسي، قد عشقت من لا سبيل إليه. هذا شقاء كتبه الله عليك يا ابنتي، ولن يدوم. لن أدعك في غم وهم من أجل رجل استعبدك عشقه وأذلك هواه. لا تقرب المسجد يا جمانة، اذهبي إلى آخر السوق كي لا تقع عيناك على أسامة. ومن بعد عن العين بعد عن القلب. هل بعدت ابنة أخي أبي طاهر عن قلبك بعدها عن عينيك يا مزيد؟ اليأس ألجأني إلى راحة وسكون من لاعج الشوق. ستجد عن هواك عوضا يا ولدي، أعمل واجتهد واجمع المال لتشتري حياة جديدة. وسأشتري أنا لجمانة حياة كما أريد وأتمنى. ربما تعقبني أحد الحرس. أسمع يا سرجان، خلف ذلك الحجر، أسرع. ماذا تفعلان هنا؟ ننعم بعيشنا في قصر أمير المؤمنين الهادي رحمه الله. لقد احترق كوخنا وما خلفه أبي، فجئنا إلى الخرائط. أشاهدتما رجلاً مرة من هنا؟ أنت تقف على درب البستان، ومن خلفك بيوت النساجين، والناس تذهب وتجيء من هنا. هيا. وجع في رأسي من ذكر الكوفة والمناحة على أهلها. ما الكوفة؟ إنه المستغيث الذي بعث به والي الكوفة لينثر نياحته في أرجاء القصر. أهذا ما يحسنه والي الكوفة ومن يعمل معه؟ لما لم يحصن مدينته ويجهز جنده فلا يستطيع العدو أخذها بهجمة واحدة؟ تجهيز الجند سيبدأ مؤنس ونصر باستجداء المال، وسيعتذر الوزير بكل الأعذار، وسيثور محمد بن المعتضد صائحا نائحا ليجعل من أخيه المقتدر مضغة في أفواه الشامتين. مولاتي، المال لا يأتي به الصياح والنياح، إنه بيد كبار التجار الذين يرشون الجبات كي لا يدفعوا ما عليهم من ضرائب. على الوزير أن يصادر على كل من امتنع أو تهرب من حق بيت المال. جدتي. محمد، أين أنت؟ لما غبت عن عيني؟ كنت مع صاحبي في بستان أمي، وجاء الخبر الذي نغص علينا سرورنا. أريدك أن تدخل مجلس أبيك الساعة وتحدثه بحضور الوزير. اسمع مني واحفظ ما أقول. ما الذي سنفعله أيها القائد؟ لا تسلني ما الذي سنفعله أيها القائد، فلقد سئلت هذا السؤال من قبل الخليفة والوزير أيها الأمين. السؤال والجواب لا يخلصان الكوفة من أيدي هؤلاء. جهزوني بعشرين ألفا
وسترون فعلي. من يجهز 20,000 وبيت المال بلا مال؟ عندي من يفعل ذلك، ولكن عليك أيها القائد أن تضعه حيث تريد ونريد. سيأخذ العدو بغداد بعد الكوفة. من يغيث النساء والأطفال وأعراض الناس؟ لم أعد أسمع منك غير الأعذار الباردة وتلجلج النساء، ولا أرى غير الحيرة في عينيك أيها الوزير. بيدي مغلولة يا أمير المؤمنين، لا أستطيع أن أتصرف بغير المال، والقادة يريدون مالاً، مالاً لتجهيز الجيش. سنعود من حيث بدأنا. لقد تعبت أيها الوزير، تعبت، ومن الخير أن ترتاح من عبء الوزير. والعزل إذن يا أمير المؤمنين؟ الأمر أمرك يا مولاي، عسى أن تجده من يتصرف بالأمر خيرا مني إن شاء الله. صاحب البريد ينتظر الرسائل التي تذهب إلى عامل البصرة وقاضيها، وهذا اللغو لا نفع منه يا إخوتي، ليعد كل إلى عمله. نحن في فرح وأسف يا سيد. سيفارقنا سيد ابن مقلع. هذا سبب أسفكم، ونحن في فرح لنيله الوزارة، وندعو من الله أن يصيب النجاح ولا يخطئه التوفيق. هيا مزيد، أعطهم الأقلام، وضع حبرا في كل دوات. هيا. سيصرف الأمور وكيف سيرضي السيدة أم الخليفة، أعانه الله على حمله الثقيل هذا. خذ يا ابن مقلع، أنت الآن وزيرنا، فلا تمنني بوعود وتهون بالكلام ما ليس هينا يا أبا علي، فتعزل كما عزل من سبقك إلى الوزارة. سيسبق فعلي قولي إن شاء الله، وسيجد مولانا أمير المؤمنين أمانيه بين يديه قبل أن يتمناها أو يسأل عنها. الكوفة ذهبت إلى أبي طاهر، وأمنيتي أن تعود ويدحر هذا الكافر المارق. كيف تحقق لي هذه الأمنية؟ لنا مال محتبس في الأحواز، ينتظر أبو عبد الله البريدي رأينا فيه، وما هو إلا أن نكتب إليه ليبعث لنا 300,000 دينار، نجهز بنصفها الجيش أو بكاملها إذا أراد مولانا أمير المؤمنين. من أين جئت بهذا الخبر يا ابن مقلع؟ هذا كتاب أبي عبد الله البريدي. لقد بدأت عهدك بالوزارة بداية خير وبركة يا ابن مقلع، أحسنت في نصحك واختيارك يا سيد القادة. إنما نحن زرع أمير المؤمنين وثمر حكمته وحسن رأيه. أرى يا مولاي أن تهيئ مالاً لتجهيز الجيش من الآن، لأن المال الذي في الأحواز لن يصل قبل شهر. أنا مع الأمير محمد في هذا يا أمير المؤمنين. خذوا كل ما في بيت المال وما في خزانة الدواوين، تصرف أنت أيها الوزير وقل رأيك. أرى أن نبيع مزرعة جدكم رحمه الله ونتصرف بثمنها يا أمير المؤمنين. جد الموفق، لقد أبقى أبي هذه المزرعة على حالها ولم يحسبها في حساب الإرث. لقد ادخرها لمثل هذا اليوم يا أمير المؤمنين،
كنت أسمع من أبيك المعتضد رحمه الله بعض أقواله التي لن أنساها: كل مدخر خير مؤجل لحينه، وهذه المزرعة خير جاء وقت الانتفاع به. صدقت وأحسنت القول يا سيد القادة، وبارك الله فيك يا أبا علي، لقد فرجت كربنا في أول يوم من أيام وزارتك المباركة إن شاء الله. الحمد لله الذي وضعني موضع الرضا من قلب مولانا الأمير، وعسى أن أنال رضا مولاي أمير المؤمنين. لا أريد أن نطيل الكلام، جهزوا الجيش وليستعد نصر الحاجب لقيادته، وأرجو أن تباع مزرعة جدي لمن هو أهل لها. تولى الأمر يا ابن مقلة. كيف جمع ابن مقلة حسن الحظ وحسن الخط وحسن العقل؟ لما لم نقلده الوزارة منذ زمن طويل؟ إنها المقادير يا سيدتي، تأتي بالرجال وتذهب بالرجال، فمن ساعدته المقادير ارتفع، ومن أعرضت عنه اتضع. سأرفع من شأن ابن مقلة، وسأجعل الدنيا تقبل عليه ولا تدبر. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزلني من على ظهر هذه الفرس الجموع قبل أن تدفعني إلى صخرة وتدق عنقي. ادخل واركب ظهر هذه الفرس، واحذر أن تدق عنقك. الحمد لله، الحمد لله الذي بلغك ما تتمنى، وأرجو أن تكون في رفعة وعلو مكان، وأن لا ترى إلا ما تحب إن شاء الله. بارك الله فيك يا أسامة، بارك الله فيك يا ابن خير ما عاشرت وعرفت، وأرجو من الله أن يوفقك ويسهل عليك حمل الديوان وهمومه. لقد تركت الديوان وعمله لك، فتصرف كما تشاء، وأنا من ورائك أمدك بالعون. ولكن هناك من هو أسن مني وأقدم. ليس بالسن والقدم تدار الأمور وتساس الوظائف يا أسامة، أنت أكبر مرتبة ووظيفة يا ابن عابد. أستغفر الله سيدي، أستغفر الله، بل قل الحمد لله الذي جعلني من الصالحين الصادقين. الحمد لله على كل حال، وأرجو أن أكتب عنده من الصادقين الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يسر وأعن. دعنا نطبخ بعض اللحم وننتفع بالمرق. حتى القائد مؤنس نحر عجلا وخمسة خراف، واستطاع كل الناس أخذ اللحم بلا مشقة. لطالما أكلوا لحم الناس بلا مشقة. هناك من يستبشر بقدوم ابن مقلة. ليس ابن مقلة أول وزير يستبشر بقدومه الناس.
ولا يكون آخر وزير يفرح الناس بعزله. لا أدري لما يستبشر الناس بقدوم وزير وعزل آخر والحال باق على ما هو عليه. لأن الناس يحبون نسج القصص على الوزير والأمير والخليفة، وحين يطول مقام أحد هؤلاء تصبح القصص قديمة لا معنى لها، وحين يعزل أحد هؤلاء ويأتي غيره يفرح الناس بالقصص الجديدة. الناس يعللون أنفسهم في ليالي الفقر الطويلة، جوع وأحاديث، لحم وقصص جديدة. سيرتفع ناس وينخفض آخرون، ويذهب أصحاب الوزير القديم، ويأتي ابن مقلة برجال آخرين يعتمد عليهم في عمله. ولكن أسامة، كيف سيصبح شأنه ومكانته مع سيده ابن مقلة؟